تمشي بالراس، خطيرة جدا من كاسانو أمامه بورديزو. كاسانو يتعدى، أنطونيو يحاول يوزع كرة خطيرة والراسية، التعادل، التعادل لفريق ساندوريا. تشعل المباراة، قلت لك ممكن يرجع كاسانو لأكس يعاقب روما. كاسانو يلعب لجان باولو بازيني في الجول، ريت ساندوريا، التعادل 1-1. نصف المشوار نصف الطريق، هدف تاريخي لساندوريا في الأولمبيكو أمام روما من عام 2004 في ديسمبر. ساندوريا لم يسجل في هذا الملعب التاريخي، الأولمبيكو بروما أمام روما. مش ممكن على روعة الهدف، وهدف يمشي في الظل، لأنه اللي صار في النور واللي يطلع للشمس وللبروز